انا استاذ نجم ما اريد برلماني يجيني من خلال حفلة الطهور، ولا اريد برلماني يجيني من ماعون تمن. يعني هذول يسرقون اموالنا ويجون يرشون الفقراء زين، ويغرون الفقراء بالمال الحرام حتى يتخموهم زين. هاي انتخابات احنا بعد ما نريدها، نريد انتخابات تمثل إرادة الشعب العراقي، بحيث يكون لدينا برلمان وطني يصنع حكومة وطنية يعني فعلا تحقق مصالح الشعب العراقي. هذه الحكومة الآن أمامنا تحديات احنا كلش كبيرة استاذ نجم، أمامنا المفوضية تحدي حقيقي. نعم. انت تعرف استاذ نجم الآن اكو مفوضين سابقين يتصرفون بنتائج الانتخابات على مدار السنوات الماضية، وعلى فرض ان انتخابات اكو قادمة، وان كان انا باعتقادي وقناعتي ماكو انتخابات بالعراق، على فرض هناك انتخابات اكو هنالك مفوضين سابقين مخولين من قبل هذه الاحزاب الكبيرة يتصرفون في نتائج الانتخابات داخل المفوضية وداخل محطاتها وداخل مراكزها الانتخابية. للأسف الشديد هناك جيوش تتبع لهؤلاء. وضحها بالعمق، هذه قضية كاملة بالعمق أكثر، يعني ما نقدر نفصل أكثر من هذا، ما نقدر نفصل أكثر من هذا. هذا التحدي الأول الآن الموجود عندنا. القانون تحدي، عندنا تحدي حقيقي وهو الناخب. أستاذ نجم عندنا ناخب يعتبر الانتخابات موسم للانتعاش الاقتصادي، ما يعتبر هاي الانتخابات مستقبل الابنة، ما يعتبر هاي الانتخابات هي ضمان حياته، ضمان الوطن، ضمان للعلم زين، لا ما يعتبرها. يبدل المليار بالدينار، ياخذ دينار من الفاسد ويعطي مليار، ماكو هيك عندنا يعني. لذلك انا ادعو كل القنوات الفضائية، ادعو كل الكوادر، مثل ما هنالك لجان رقابية وهيئات لمكافحة الفساد، لابد أن يكون هنالك إعلام وكوادر ونخب ونقابات واتحادات لإنقاذ الناخب الفاسد وإخراجه من هيمنة الأحزاب الفاسدة إلى هيمنة الأحزاب الوطنية الباحثة عن مصلحة أبنائه ومصلحته هو. بعدين أكو قضية ثانية أستاذ نجم. نعم. موضوع تصويت الجيش القوات الأمنية وموضوع تصويت الخارج، هذه من الكوارث بالعراق. أنت تعرف الجيش العراقي هو لكل العراقيين وظيفته الأساسية حماية البلاد والدفاع عن حدودها، مو وظيفته ينتخب الأحزاب الفاسدة، لكن ولا وظيفته ينصر الانتخاب. هو مواطن يجب أن يكون، لا يجب لا لا, لا, لا الجيش، الجيش مو مواطن، الجيش مو مواطن، لا شو نسميه، درع البلد، عنوان البلد، حماة البلد. الجيش هم 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 العراق، ما يصير انا احدده باحزاب. وبعدين لذلك الان احنا شنو اللي محصلينه، 80% هذا اللواء تابع للفرقه الفلانيه تابعه لفلان، والفرقه الفلانيه تابعه لفلان، وشنو القبض، شنو القبض، يجونا ثلاثه من الحدود يفجروننا 30 سوق بالداخل. اضف الى ذلك انتخاب هسه عمي، افرض هي دستوريه، جمتها انت لا تريد انتخابات صحيح، جمتها انتخابات الخارج، الله وكيلك 80% تجيب عملاء لاجندات خارجيه، اي زين، اي المخابرات الدوليه تعينهم وتجيب لهم اصوات وتدسهم للعراق. اي شيخنا والله مهزله بالعراق كبيره، يجب ان نتخلص من عتها. لو تصير انتخابات تمثل العراق والعراقيين، والا بلاش، ما لازم زين.